نستقبل مع السلطات المغتربين القادمين من فرنسا من ليون ومن مارسي. نقوم بالواجب أيضا دائما في إطار التوعية والتحسيس للناس هذو، نقول لهم أهلا بكم في بلادكم، أهلا بكم هنا في الإقليم تاعنا عينرنات وفي ولاية سطيف. من أجل التحسيس والتوعية بجائحة كورونا تنقلنا اليوم إلى مطار 8 مايو 45 لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج بتوزيع مطويات وكمامات والمعقمات، وهذا يندرج في إطار دائما التوعية والتحسيس بخطر جائحة كورونا. هذا العملية رايح يقوم بها شباب، يتكفل بها السيد ياسين في المطار. جهزنا كمية كبيرة وعدد هائل من المطويات والكمامات والتعقيم اللي رايحين نوزعهم على المغتربين وعلى رجال الأمن اللي في المطار، وأيضا مصلحة الخدمات تاع المطار كل الموظفين تاعها، وحتى الناس اللي جاوا يستناو أهاليهم. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله نبقى دائما نساهم بأعمالنا البسيطة هذه كي نحسس إخواننا إن شاء الله.